دورات أخيرة ستكون دورات مثيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الوداد الرياضي ولا أندية المقدمة، عندك الحسنية والدفاع الحسني الشديد، وعندك الأولمبيكس في وراش، هذه أندية نتابعوا المحاولة رشعوا المعلومة. هذه مشيت المتابعة من جانب بكر الليل، قلت أندية اللي يبدو بأن الطموحات بدأت تكبر بشكل كبير، خصوصا بعد سقوط المتصدر اتحاد طنجة في مباراتين متتاليتين. نتابعوا محاولة ودادية، والنجم عاد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكن العودة كانت ميمونة من جانب محمد النجم اللي سجل في المباراة السابقة من فريق الكوكب المراكشي اللي كان فاز من خلالها فريق الوداد الرياضي بأربعة مقابل واحد. تألق تيغسوي، محمد ناير، هذه محاولة مقدمات، واللي سجل والمتألق في صفوف فريق الوداد الرياضي. تابعوا لعبه بطريقه شميله، عبد اللطيف نصير يفتتح حسن التسجيل في حدود الدقيقه السابعه، هدف باغة دفاع فريق النهضه الامريكاني، لعبت بهذه الطريقه مقوسه الراسيه، لم تترك اي حاضر الحارس عبد العلي المحمدينا. شوف الاعاده من زاويه اخرى، كيف تمكن فريق الوداد من استغلال هذه الفرصه. محمد النجم وراسية تستقر في الزاويه 90 وتمنح الهدف الاول لفائده فريق الوداد الرياضي. اذا يبدا المباراه بشكل قوي امام فريق النهضه البركاني، هدف يوصل فقط الى سيبوفيش، مرته خاطئه. هذا عبد الصمد المباركي، تحضر لمسه المايسترو كما حضرت رفقة فريقه السابق فريق الشباب الريف الحسيمي. فريق الريف يعاني، هو الاخر في اسفل الترتيب، واحد من الفرق المعنيه. هذه محاوله خطيره، صاحب الكعبة العالي سجل أمام فريق الوداد الرياضي في حدود دقيقة 36، هو الهدف التاسع لأيوب الكعبي، لكن هذا المرة بمدينة الدار البيضاء أمام فريق الوداد الرياضي. يستغل خطأ على مستوى التغطية الدفاعية، تابعوا معي الرصية من الأباكوتشو والمتابعة من أيوب الكعبي. شوف الخطأ اللي ارتكبه، واللعبة من عطوشي، عطى هدية قل واكل هدية ويلعبها بهذه الطريقة، يسجل الهدف الأول، هدف التعادل لفريق البركاني. الخطأ ممنوع أمام أيوب الكعبي، الذي يعدل النتيجة في وقت مهم، أقول في وقت مهم، في لحظات الأخيرة ديال هذه الجولة الأولى. هدف يعيد المباراة لنقطة الصفر، هدف يخلي نجم يتحصل على خطأ، يقول الحكم لفائدة من؟ لفائدة فريق الوداد الرياضي. كرة في الجهة اليسرى، نقاش عبد اللطيف نصير، اسماعيل الحداد سلام مع محمد عزيز، يبعد الكرة لفائدة من؟ لفائدة متابعة من العربي الناجي، مشيت لاسماعيل الحداد، فرصة ودادية، نشوفوا المحاولة سددوا عطشهم الوداد وعطشهم العطوشي، ثم بعد ذلك يروي ضماء جماهير الوداد وفريق الوداد في هذه المباراة في اللحظات الأخيرة. طرحت السؤال وقلت لكم، هل سيعاقب الوداد فريق النهضة البركاني؟ لأني استشعرت ذلك، حسيت بذلك، لمست ذلك، لأنه الوداد أتيحت للنهضة البركانية فرصة، فرصتين، ثلاثة وأربعة وخمسة في الجولة التالية، وأن تضيع كل هذه الفرص، من الطبيعي أنه الوداد سيعاقبك بهذه الطريقة، من جانب العطوشي، تبت الحارس، عبد العالي المحمدي، قال له هذا المرة لن أضيع الفرصة لأنني كنت السبب،
كنت السبب في تسجيل هدف النهضة البركانية، كنت السبب في الخطأ اللي ارتكبت وعطيت الفرصة لأيوب الكعبي اللي سجل هدف في التعادل، وأنا مطالب أنني في هذه الجولة الثانية أكفر على الخطأ وأسجل الهدف الثاني. قل لهم أرجوكم 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 أرجوكم، سميتوا في المدرجات الصرف في بعض الأحيان على